مقتل الصحفي خاشقجي، بنستبق الاحداث وعايزين نوجه الاتهام لحد. ليه بنعمل كده؟ ليه مش مصدقين بعضنا؟ ليه ما بتصدقوش الناس اللي في منطقتنا؟ يعني ليه لما بيكون في حاجه في مصر على سبيل المثال واقول لك ان الموضوع ده بيخضع للتحقيق والعداله هتاخذ مجراها، ليه انت ما بتصدقنيش؟ واحنا ليه مش مصدقين المنطقه ديت؟ هل هي منطقه سمعتها مش جيده عندكم؟ ليه انت ما بتصدقنيش؟ سمعتها بطاله، حتى وهو يسال هذا السؤال بيكذب، حتى وهو يتساءل مستنكرا لماذا لا تصدقوننا يكذب. فخاشقجي بنستعجل الاحداث، السائل يعلم يقينا الاجابه اكتر من اي حد في العالم. العالم ما بيصدقكش لا انت ولا اصحابك لانك تكذب وتكذبون على شعبك وشعوبكم وتسحقونها وتقتلونها وتفرطون في ارضها. العالم يتعامل مع الكذابين من اجل مصلحته، لكنه يعلم انهم كذابين. العالم يعلم علم اليقين أنكم حكام سفاحين ديكتاتوريين غير منتخبين ولا تعبرون عن شعوبكم التي لا تحترمكم بل تخاف منكم فقط، ولهذا فقد العالم احترامه ليكم. والناس لا تصدق من لا تحترمه. العالم ما بيصدقش ولا يمكن يصدق زعماء الأمة لأنه بيشوف بعينيهم أنكم في الغرف المغلقة بتبيعوا شعوبكم وتبيعوا نفسيكم وبتقلعوا ملط نظير بقائكم في الحكم، ويخرج كل واحد منكم يكذب على شعبه، اللي يعمل نفسه عتريس واللي يعمل نفسه عنترة. العالم لا يصدقكم لأنكم ضبطتم متلبسين بالكذب بدل المرة 1000. السعودية كذبت موضوع خاشقجي قد كده لحد ما قالت ربع الحقيقة. العالم يعلم أنه من يكذب على شعبه لن يصدق مع العالم. الدنيا كلها تعلم علم اليقين أنه في المنطقة العربية المنكوبة بحكمها الصدق استثنائي والكذب هو سيد الموقف. العالم لا يصدقكم لأنه يعلم يقينا كيف وصل كل منكم إلى كرسي الحكم وما الثمن الذي دفع من كل منكم أرضا أو كرامة أو عمالة أو نقودا. العالم لا يصدقك لأنه يعلم أنك منقلب سفاح. العالم لا يصدقك لأنه يعلم أنك منقلب سفاح يستخدمه الصهاينة ويحمونه. العالم لا يصدقك لأنك أقسمت إن ملناش شوق في حاجة وطلع عندك كل الشوق المحرم. لن أسمح إن التاريخ يقول إن الجيش تحرك لمصالح خاصة والجيش تحرك وبقت مصر كلها حرفيا مصلحة خاصة. عامل منتدى شباب وزهرة شباب البلد في السجون، بتطبع مع الشباب بره ومش قادر تاخد خطوة نحو شباب بلدك. لا يصدقك العالم لأنك كاذب. كذبت علي في موضوع ريجيني وقتلت 5 وقلت دول اللي قتلوا ريجيني وطلعت كذاب والعالم شايف وعارف، بس بما ان ايطاليا موالسه فالعالم ساكت لانه يعلم انك كاذب. العالم لا يصدقك لانك كذبت عليه في السياح المكسيكيين اللي قتلتهم وقعدت تطلع بيانات كذابه وفي الاخر اعترفت وبتدفع تعويضات قد كده مقابل دم الضحايا ومقابل انك كنت كذاب. العالم ما بيصدقكش لانه قاعد يقول لك الحفره ملهاش لازمه، العالم لا يريدها، حرام ترمي فلوس الشعب الغلبان في الرمله وانت تصر ان تكذب وتخدع شعبك والعالم، واستمرت في الكذب وبعدين قلت بتكسب دي جابت فلوسها وبعدين في الاخر اعترفت انها الرفع الروح المعنويه وطلعت كذاب قاشر. الشعب نفسه ما بيصدقكش لانك افقرته فقرا مدقعا بعد ما قعدت تقول له قد الدنيا وادوني سنه في سنتين في 6 اشهر، وكل ما مرت الايام كلما صعبت العيشه وتدحضرت الاحوال. الشعب ما بيصدقكش عشان بيشوف بنفسه كل يوم كيف يكذب اعلامك كما يتنفس. الشعب ما بقاش يصدق العسكر من كتر ما وصل للفضاء وعملوا سفن فضاء وصواريخ قاهره ومن كتر ما رموا اسرائيل في البحر، وكل مره يستيقظ هذا الشعب على واقع اشد الما وبؤسا. الشعب ما بيصدقكش اللي بيكتشف ان كل عسكري بيجي يطلع العساكر اللي قبله بهايم وانهم هم اللي خربوا مصر لحد ما اختلط عليه الامر. اختلط الامر على الشعب ما بقاش عارف يفرق بين البهايم وبين الكذابين، ونحن معذورين فقد تشابه البقر علينا، وان كان البقر يعطي لبنا لكنكم لا تجودون بلبن ولا بالصدق، فلعنتم في كل كتاب. قال ما بيصدقناش ليه؟ الله غالب.